بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رفع هؤلاء الأبطال، أبطال الشعب، زعماء وقادة الثورة، رفعوا رؤوسنا جميعا وسجلوا للتاريخ مواقف لا تنسى. فهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم، ضد الاستبداد، ضد الطائفية، ضد الإرهاب، ضد كل ما هو بعيد عن الحق وما هو مناف للقيم والأخلاق. هؤلاء الأبطال ابتداء بالأستاذ حسن مشيمة وأستاذ عبد الوهاب حسين والعلماء والدكتور السنقيس والخواجة ونبيل رجب والشيخ علي سلمان وكل هؤلاء العظماء، هؤلاء لهم فضل علينا جميعا بل على الإنسانية، لأنهم أرادوا إزالة نظام شرير وتغيير منهج سياسي وفكري وأيضا أخلاقي سيء، باستبدال سعوا لاستبداله بمنهج آخر أكثر إنسانية وأقرب للعدل وينحو نحو الحرية والديمقراطية. مع ذلك فهم مقيدون وراء السجون ومحرومون من أبسط حقوقهم، لا يستطيعون زيارة لا استقبال أهاليهم أكثر من 8 أو 9 شهور، حتى الآن لم يلتقوا بأهلهم. مع ذلك فهم صابرون محتسبون صامدون، فلذلك إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.